وبركاته. معاكم دكتور أسامة شرف من شركة شرف لمعدات وأدوات النسيج في عرض أحد المنتجات الجديدة اللي نفذناها، وهي آلة تفتيح أو مجهد تفتيح الصوف اليدوي أو شعيرات يدوية أيا كانت صوف أو غيرها. المكنة عندنا دي المكنة طبعا دي مجمعة كاملة، ما بتبقاش متفككة خالص، ومعاها بس مشط للتنظيف بتاعها. المكنة دي طبعا نظرا لان هي بتبقى بتحتوي على اسنان، فبتبقى فيها معاملات امان كبيره جدا، وبننصح ان لازم المعامل الامان ده يكون موجود طالما احنا مش هنشتغل بالمكنه. نفك المكنه، نفك المعامل ده. فوق الامان، فوق ده الامان تقريبا في معادل 680 بوينت، نفس الحكايه في الفك السفلي، فخطر جدا ان انا استخدم المكنه بالشكل ده، ولكن هي تعد الاولى من نوعها ففيها العدد ده كله من نقاط التفتيح. المكنه زي ما حضراتكم شايفين اقدر اتحكم في ارتفاع الفك العلوي، المسافه ما بين الاسنان وبعضها، باستخدام المسمارين دول ان انا افك الصامولتين وانزل بيها تحت او اربط الصامولتين واطلع بيها فوق. مش بس كده، كمان انا اقدر اشتغل بان انا اخلي الاسنان ديت اوفرلابد، يعني تخش ما بيننا وبين بعض، ان انا بفك المسمارين دول وبحرك الاكس ده يمين او الشمال وبعد كده انزل اللي انا عاوزه. يعني اقدر اتحكم في المجموعه ديت زي ما انا عاوز، اما ان انا تكون بالظبط بوينت تو بوينت، يعني المسمارين كده في بعض في بعض او اوفرلاب بالشكل ده. تمام، بشتغل ازاي هنشوفها مع بعض دلوقتي واحنا شغالين. طبعا هحط الخط كده، بشتغل اما بمسك كده وابدا ايه احرك عندي. طبعا الصوف المتفتح او الشعيرات المتفتحه بتخرج من ايه؟ من الجنب العادي. ازاي بقى بشتغل؟ انا عندي هنا صوف مش متفتح. الصوف بيجي بعد عمليه الغسيل، ممكن اشتغل ايه؟ ارميه مباشره هنا او ان انا احطه فين؟ في الاول. واشتغل براحه كده لغايه ما الصوف هتخش، بعد كده ايه؟ اخد احاول اخلي المسار بتاعي ايه؟ طويل. اهي اطلع لبره خالص وارجع لبره. سواء اذا كانت بسرعه بايدي او بالراحه حسب ما انت متعود. الصوف المتفتح تخرج منين؟ من ورا. طبعا ممكن ورا هنا احط كيس يستقبل او اخده على الترابيزه بالشكل اللي احنا شايفينه. ممكن عاوز تاخده مسار تاني، تاخده مسار تاني، جرب جزء تاني. طبعا هو ايه؟ بين هنا الصوفه ايه؟ كلها ايه؟ ماسكه في بعض خالص. ناخد كده الصورة زي ما احنا شفناها، هنحطها هي داخل جوه كده، هنحس بمقاومة شوية مش مشكلة. ناخد كده ايه اهو لغاية ما يبدأ ايه يديني الشعرات لبعض، اخد ده المشوار بتاعي ايه كامل كامل. طلع وافضل اغذي المكنة لغاية ما اخلص الكمية اللي عندي. نلاحظ هنا الشعيرات فتحت بشكل كبير جدا، بيبقى فلاف خالص، نقدر نستخدمها جاهزة في عملية الكبد، أو ممكن أدخلها باص تاني لو أنا لسه مش مقتنع بعملية التفتيح. طبعا هنا التفتيح واضح إن هو جامد كبير جدا، زي ما حضرتك شايفين الشعيرات بدأت تنفصل عن بعض بكل إيه بكل سهولة. لو جينا بصينا للمكنة من جوه مع بعض، بصينا المكنه من جوه هتلاقي اي شعيرات او اي شوائب كانت موجوده في الصوف هتتبقى فين؟ هنا نقدر ننضفها بالفرشه بتاعه التنظيف اللي هي العاديه خالص. لا
هنشوفها ازاي بقى. طيب لو كان في شعيرات باقيه، لو في شعيرات عندي بننضفها وعاوزين نشيلها عشان ما نمدش ايدينا، بنشيلها بدي اهي. تمام طلعت كده اهي، طلع شعيرات الايه العالقه عندي ما بين الاسنان وبعضها. كده طلعناها. اي شوائب ممكن اضيفها، انضف المكنه فرشه عاديه خالص وهي هتشيل لي اي شعر باقي عندي. مهم جدا ان انا احافظ على المكنه بقدر استطاعت وما اسيبش اي حاجه فيها متعلقه. طيب هنضف كده، في هنا حاجه زي التوب، التوب ده بينزل الشوائب جوه سواء اذا كانت من الامام او رحنا جينا كده من الخلف نفس الحكايه. نضفها هتقع. بعد ما تقع هتروح فين؟ لو جينا بصينا تحت كده المكنه هتلاقيها واقعه هنا اهي. يبقى احنا ممكن نجيب زي يعني قارب او صينيه او ورقه حتى نتلقى عليها الاتربه او العفاره اللي كان لسه متبقي فين في الصوف. بعد ما بخلص مهم جدا انضف المكنه وبعد كده ارجع تاني معاملات الامان واقفلها. ودي مكنه